والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الحلقة الخامسة إن شاء الله. في هذه الحلقة راح نشوفوا Networking History اللي هو تاريخ تاع الريزو، والله كيفاش خرج الريزو أول خطرة. هكذا باش تفهم لي ديفايس اللي كانوا كاينين، وراح تشوف تطور تاع واش تاع الأجهزة في هذه المرحلة تاع واش تاع ملي ديكوفراو لهذا الريزو. أول حاجة، اول نتورك اللي هو اللي خرج، اللي هو خرج بي سي مع بي سي. دونك هذا البي سي حاب يحكي مع هذا البي سي، راح يديروا خيط منا ويلحقوه لهذا الخيط. دونك انت واش لازمني واحد يسقسيني يقول لي باش انا نحكي مع صاحبي، انا يا هو صاحبي ا، هذا يا ا حاب يحكي مع بي، اول حاجه لازم له خيط. هذا الخيط باش يفوتوا فيه واش يفوتوا فيه لي دوني. واحد يقول لي الوايرلس، مع الوايرلس انا قلنا رانا مازلنا في بكري، كان هذاك الوقت مازال كاع ما خرجش اللي هو واسمه واش الواي فاي. دونك هنايا واحد يقول لي عندي خيط صح مازالو ماهوش يكومينيكي معاه. اول حاجه شني لازم يكون عنده؟ لازم يكون عنده هذا يا الديفايس، والله هذه شي عيطولها ان اي سي، اللي هو الكومبوننت هذا، اللي هو واش اللي هو هذا الكومبوزون شو اسمه، اللي هو ان اي سي، والله نتورك انترفيس كارد، اللي هي لا كارت ريزو. دونك هذه هي لا كارت ريزو، كي تكون هنا في البي سي، اوكي كي تكون هنا في البي سي محطوطه هنايا باش يقدروا يكومينيكو مع بعضهم. بصح قادر انت كي دير هذه هي الكارت ريزو ومازال ما يحكوش مع بعضهم. دونك هنا واش لازمني؟ لازم لي ادريس اي بي، وهذه الادريس اي بي راه عندنا حلقه خاصه بها اللي هي كيفاش نفهموا واش معناتها هذا الاي بي ادريس. نظن انه قاع شايفين هذا الاي بي ادريس 192.168.1.1 فور اكزامبل، وعندنا هنا في هذه الجهه اللي هي 192.168.1.2 فور اكزامبل. دونك هذا هي ادريس. دونك على واحد يقول لي ادريس، انا دوكا كي نجي راح نبعث لك بريه في داركم ونقولوا انت يا اسمك محمد، محمد هذا محمد، محمد ما على باليش، محمد اكس نكوه تاعو اكس، نروح لابوست نقول لهم يا ودي هذه البريه ادوها لي لمحمد اكس. يقول لك كيفاش تاك تمسخر بينا ولا كيفاش، عطيت لي غير الاسم لادريس نتاع وين يسكن السيد، وين كيفاش انا نلحق له هذه البريه. دونك هذه كيف كيف هنا ثاني في البي سي يقول لك لي دوني ثاني، كي تجي تقول له ابعث لي هذه لادريس للبي، طب صح يقول لك ها حبس وشنو هذا يا البي، البي وش عنده كوم ادريس، يقول لك يا ودي ديها لادريس اللي هي واسمها 192.168.1.2 روح اطلو هذا الميساج. كيف كيف هنايا الميساج يجي هذاك الاي بي ادريس يحطو عندك انتايا. اوكي هذه هي كيما نقولوا اول ما خرجت اللي هي واش النتورك، كيما نقولوا ملي خرجت سوري النتوركينغ هيستوري. اوكي نمحو هذه نقا ريسول. بون بعد ما درنا هذه كيما راكم تشوفوا، بعد ما درنا خيط هنا لحقناه بعضنا، قال لك لا لا، قال لك يا ودي كاينه حاجه واحده اخرى، قال لك البي سي راهو هنا البي سي، اوكي هذا البي سي ا، بصح يا ودي رانا بعدنا شويه البي سي، راه ماهوش نفس المسافه، رانا درناه هنا هذا البي سي البي ولا هنايا، وربطناه بخيط نورمال وكلش ماشي، وحطينا الاي بي وعدنا الان اي سي اللي هي النتورك انترفيس كارد. بصح قال لك الميساج ما لحقوش، علاه؟ لانه الميساج كان يمشي 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 يمشي، وبعد السينيال بدا يموت هنايا، وبدأ يموت هنايا، طب الميساج طاح هنايا. اش معناتها طاح؟ معناتها هذا الكابل اللي رانا نحكو عليه هذايا عنده ليميت. دوك هذايا الكابل عنده ليميت، عنده بار اكزومبل عنده 100 متر. دوك انتيا كي تكون تحطه في البي سي تاعك في 300 متر باينه مش راح يلحقك. اوكي نعطيكم مثال ثاني، نعطيكم مثال في الدار. شفت في الدار كي نكونوا نتفرجوا في الديمو، كي تكون تفرج في الديمو عندك بارابول فوق في لاطيراس، عندك بارابول ويجي يهبط هنا للديمو هنايا باش واش باش يبعث لك لي دوني تاع واش تاع القنوات باش تقدر تشوف. دونك هنايا لازم تشوف، كاين بزاف يقول لك يا ودي السينيال تاعي راهو ناقص،
قادر يكون سينيال ناقص من وشم الكابل. الكابل هو يرفد المسافة 100 متر، اوكي، وانت يا ما بينك وما بين بالابوس كاين 300 متر، ها باين راح السينيال راح يموت في الطريق. دونك هنايا واش داروا؟ خرجوا واحد دي الكومبوننتس الجديد اللي هو كومبوزو جديد، وهو اسمه الريبيتر. اش معنات هذا الريبيتر؟ هذا الريبيتر شغل لي ريبيتي سينيال، والله يومبليفي سينيال كيما نقولوا، امبليفيكاتور، ماشي امبليفيكاتور تاع جماعه الجيني الكتريك، لا لا، انا يعني بارك ما ديت لكم مثال. هذا الريبيتر يعاود يومبليفي السينيال، شغل السينيال كيعود راح يموت، راح يموت هنايا، اوب واش يدير له؟ يزيد يومبليفيه باش يلحقوا الواش لهذايا اللي يلحقوا لهذا البي سي، اوكي؟ هذا بالنسبه للريبيتر. بعد ما داروا هذه الريبيتر ومنا قال لك اوكي رانا بعدنا المسافه وراكم صوفيتونا بالهذا الريبيتر هذايا، ويعطوكم الصحه وشكرا. قال لك يا ودي بصح والو، يقول لك انا يا رانا زدنا بي سي واحد اخر هنايا. قال لك هنايا الا ويحكي مع البي ويحكي مع السي ثاني، انا نحوس كومينيكاسيون راح تكون قاع مع بعضها. قال لك دركا كيفاش نديرو لك نخرجو ديفايس ولا شنو؟ قال لك كاينه سوليسيون مليحه، راكم تشوفوا في هذه الان اي سي هذه، قال لك اوليو نحط واحده ان اي سي يا خويا، انا نحط زوج، واحده تدي للبي واحده تدي للسي، وهنايا السي ثاني نحط له دو كارتريزو اللي هما كيما هادو، حط منا ونحط منا، وهذا كيف نحط له ان اي سي منا وان اي سي منا، باش هذه الان اي سي تربط بهذايا، وهذه الان اي سي تتربط بهذا، والان اي سي هذه تتربط هنايا، ونكونوا نحكوا مع بعضنا، معناتها السي والبي يحكوا مع بعضنا. تخيل انت يا عندك 100 بي سي، تسمى هنايا راح دير تو سامبلومون، راح دير واش 100 كارتريزو، وهذه هي ماشي عمليه. دونك هنايا هي صح اخترعوا هذه ومشات وقت، لانه ما كانوش لي بي سي بزاف، بصح دركا قال لك يا ودي ماهيش راي هذه كامل. واش داروا؟ خرجوا واحد الديفايس اللي هو اول ديفايس واسمه الهاب، اوكي. هذا الهاب واش فيه؟ فيه ديز انترفاس، هو ملي خرج كان فيه كات انترفاس، هكذاك كارت انترفاس، واحده تلصق هنايا، واحده تلصق هنايا، واحده تلصق هنايا. واحد يقول لي انا يا خويا راك تقول لي خرج فيه ربعه، وانا عندي بار اكزومبل عندي ثمانيه، عندي بي سي هنا وبي سي هنا وبي سي هنا وبي سي هنا. قال لك عادي، عاود اشري هاب واخد اخر، ما عنديش ندير لك انا هاب واخد اخر. اوكي، هذه الانترفاس زيد لصق هنايا، وهذو ما يلصقوا هنايا، سوري، هذا يلصق هنا وهذا يلصق هنا وهذا يلصق هنا، وراهم يحكوا مع بعضهم. دونك الهاب هذا يا الهاب اللي هو خرج يشبه شويه لي سويتش، بصح الهاب هما كي خرج مره الاولى، اسمحوا لي جماعه رانا فتنا 5 دقائق، مي هذه معليش انا راح نجيبوها 10 دقائق، ماشي مشكل، 10 دقائق ماشي بزاف. دونك هنايا قال لك الهاب، قال لك فيه عيب، العيب تاعو انه صح صوف كيما نقولوا بينيفيتس تاعو، شغل لافونتاج تاعو انه قدر يربط لي بي سي مع بعضهم يحكوا مع بعضهم نورمال، بصح فيه مشكل. هذا المشكل وشنو هو؟ قال لك يدير عملية واش اللي قريناها قبيل، اللي هي يدير حاجة اسمها البرودكاست، اللي هي اللي قلنا عليها بين قوسين، اللي هي one to all. شو معناتها one to all؟ معناتها الا كي يجي راح يبعث ميساج للبي ولا للسي، ولا راح يبعث لهذو جماعة سي دي و او و اف، قال هذا الا قال لك انا حاب نبعث برك ميساج للبي. الهاب يقول له يا ودي اسمح لي، انا يلحقني الميساج، نبعثه قاع للناس، نبعثه منا ونبعثه منا ونبعثه منا، وهذا يزيد يبعثه منا وهذا يبعثه منا وهذا يبعثه منا. شغل هذا يحرقك، شغل هذه مليحة علينا، احنا نحبوا تقرعيش. اوكي، دونك هذه هي بالنسبه للهاب والديفايس اللي حكينا عليهم. حكينا على دو ديفايس، حكينا على الان اي سي اللي هي كارت ريزو، وحكينا على الريبيتر، وحكينا على واش على الهاب. دونك هذا واش كاين في الحصه هذه في النتوركينج هيستوري. راح نكملوا البارتي اللي بعدها، نحكوا برك على السويتش واش داير لا ديفيرونس ما بين الهاب والسويتش. اوكي، نشوفكم في الحصة اللي بعدها. السلام عليكم.